ابتكارات جديدة ووسائل مختلفة يسلكها غسيل الأموال في العراق، إذ يعتبر الزواج والمهور المرتفعة واحدة من الطرق التي تهرب الأموال من خلالها لخارج البلاد. التفاصيل مع مراسلة الرابعة زينب ستار، فنتابع. لم يقتصر غسيل الأموال على الإيداع المالي والاستثمارات في العقار وإنشاء الشركات وغيرها، بل تطور إلى وسائل وطرق جديدة ليدخل الزواج إلى آخر ابتكار موضة غسيل الأموال عبر المهور المرتفعة بمقدم ومؤخر بملايين الدولارات. بدأت مافيات غسيل الأموال بالتفنن بأساليب، يعني أساليب إقامة هكذا جرائم لغسيل الأموال، فاتخذوا مثلا من معارض اللوحات والفنون في دول الخارج المعارض التشكيلية كأساس لغسيل الأموال، وأيضا قضية المهور العالية بدأت في العراق يعني تنتشر نوعا ما، أن يتم العقد بمهر عالي ومن ثم الانفصال بعد فترة قليلة من أجل تحويل المبالغ إلى دولة أخرى. عملية سهلت تحويل الأموال عبر صيغة رسمية باتفاق بين الزوجين مقابل مبلغ معين بعد الانفصال، لتحصل الزوجة على شيك بنكي صادر من المحكمة يبرر مصدر الأموال ويجعلها متاحة للغسيل والتلاعب. ابتكرت موضوع مهر عن طريق عقد الزواج. ليش؟ لأن عقد الزواج احنا بالقانون العراقي ما حدد لنا سقف او مبلغ معين للمهر، اتبعوها من كثير من الناس في غسيل الأموال لهم يعني كمبالغ عالية. شلون يكون عن طريق اتفاق بين الزوج والزوجة، هم طبعا مو على مود كزواج معين، لا، هو يصير اتفاق على مبلغ مالي يكون المؤخر والمقدم. وعلى الرغم من تزايد هذه الحالات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التحقيق والرقابة في عمليات تبييض الأموال ضعيف للغاية، فضلاً عن غياب القوانين التي يمكن لها أن تعمل على ملاحقة الأموال أو متابعة حالات الزواج والمهور المرتفعة والتحقيق في مدى شرعيتها. ويرى مختصون أن القانون لم يحدد سقفا معينا للمهور، مما يجعل الطريقة سهلة ومتاحة لغسيل الأموال وتحويله. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.